شنو بان لك في السوق دابا ديال الكريبتو؟ الله يعاونك راك عزيز خويا. افضل وقيته للاستثمار هو ملي كيسقط السوق، ملي كيطيح السوق راه هي هذيك هي افضل وقيته للاستثمار وليس للتداول. الاستثمار وليس للتداول. كاع اللي كيجرك انك تداول في مجال الكريبتو فهو كيجرك العافيه، تيجرك الزوبيه. اياك ثم اياك انك تتداول في سوق الكريبتو. استثمر في سوق الكريبتو، انا اشجعك على الاستثمار وليس على التداول. لماذا لا اشجعك على الاستثمار؟ خاصك بعدا واحد القضيه خاصك تعرفها اخي الكريم اختي الكريمه، اللي كتبغي تدخل سوق الكريبتو. غادي نهضر في الكريبتو حيت انا وليت نشوف ناس كيهضروا، ما يجيش انا يبداو يفرعوا لي راسي لا المتابعه وهذاك الشيء وناس اخرين كيدويو. باش نكونوا واضحين هنايا، انا غادي نهضر في شي لعيبات والسلام عليكم. هذا راه مشكل في حد ذاته هذا الشيء دابا في هذا اللايف، راه مشكل والله. لا انت كتشجع الناس على الكريبتو هذا المتابعه القضائيه وهذا، وكتلقى شي وحدين تينقزوا ما كيهضر معاهم حتى واحد. يا اما غادي ما تهضروش معنا كاملين، ولا انا ماشي انا تحطوني في راس المدفع، ما علينا. المهم غادي نشوف باش نكونوا واضحين في واحد النقطه. الله يرضى عليكم، الناس اللي باغيين يدخلوا للكريبتو خاصك تصور راسك بعدا واش انت بروفيت ديال الكريبتو ولا لا، باش ما يبقاوش ينصبوا عليكم. عباد الله راه الناس كينصبوا عليكم وهو براسه ما فاهمش الدومين وكيزيد. عباد الله هذا راه مصيبه كبيره. اسمعني الله يرحمك، لو بغيتي الهضره بعقلها، بغيتي تدخل وبغيتي تدخل بالعقل. شوف اخويا الكريبتو ما خاصكش تدخل ليه، خاصك تسول اول حاجه، خاصك تسول راسك واش انت بروفيل ديال الكريبتو، واش انا ان بروفيل ديال الكريبتو ولا الكريبتو ما صالحش ليا. دابا شكون اللي صالح ليه الكريبتو، شكون اللي ما صالحش ليه الكريبتو؟ اللي ما صالحش ليه الكريبتو شكون هو؟ هو داك الشخص اللي كتلقى عنده 20000 ريال ولا 40000 ريال ولا 5000 درهم ولا عنده واحد 10000 درهم، اوكي، وتيقول لك اودي انا بغيت ندخل لسوق الكريبتو حيت شفت واحد صاحبي ولا شفت جيران ولا سمعت ولا هذا كيديروا الفلوس من الكريبتو. تيشد ديك 10000 درهم وكيمشي كيشوف واحد في انستغرام ولا هذا وكيمشي ويحط هذوك الفلوس، وهو عوال انه بغى يحط هذوك الفلوس، وانه من هنا سيمانه ولا جوج سيمانات بغى يدخل فلوس. يعني اولا ثاني اللي كتلقى عنده واحد راس مال صغير بحال 1000 درهم وبغى يربح 6000 درهم من السوق ديال الكريبتو، واخا هذا ماشي، هذا مغامر، هذا قمار، هذا ماشي بروفيل الكريبتو، ماشي انت ماشي بروفيت الكريبتو. غيقولوا كاينين الناس اللي غيقول لك لا حنا دخلنا ب 1000 درهم، دخلنا في عمله الكلب، دخلنا في عمله البيتبول، دخلنا في عمله ما عرفتش داك التخربيق ودرنا فلوس. خويا داكشي درتيه بعدا ملي كنا بعدو بون هاد الشهور هادو اللي فاتوا او في العام اللي فات كانوا استثنائيين. السوق راه ماشي ديما داير هكا، هادي باش تعرف. ثانيا ضربه حظ، لانه الا سولتك انت منين جبتي كيفاش درتي الاناليز غتبدا تعطيني شي اجوبه ديال حكا شفت في الجروب حكا درت هذا، يعني قمرتي من الاخر. سي با دومين الكريبتو، سي با دومين اللي هو تري فولاتي. ما يمكنش لك اخويا غير البارح جيتي انت يا سمعتي بالدومين غادي تمشي انت 1000 درهم تمشي تحطها في عمله غدا غدير لاباس. يعني انت ماشي بروفيل، انت ماشي بروفيل. الوغ شكون هما الناس اللي بروفيل؟ نعم الناس اللي بروفيل هو اللي عنده جا حط فلوس في البنك، كيز واحد 10% وكيحطها كيستثمرها. يعني كيمشي يشري عملات، وملي تنقول لك تيشري عملات تيستثمر، ملي كنسمعوا استثمار يعني تيستثمر في مشاريع. خاصك تستثمر في مشاريع، يعني خاصك تمشي نتايا تستثمر في مشاريع. المشاريع اش خاصني ندير لهم؟ خاصني ندير الدراسه والتحليل. اذا مجال الكريبتو هو مجال دراسه وتحليل، يعني خصك تمشي نعطيها لك في ارض الواقع. واش اخويا انا دابا مثلا قلت لك سير اخويا دير قهوه راه فيها الفلوس، غتعرف من غدا دير قهوه، غتعرف الاسرار ديال القهوه. كاين بزاف ديال الاسرار، ماشي كاع الناس اللي داروا قهوه نجحت لهم، وماشي كاع الناس اللي داروا الصناك نجح لهم. واخا نسمعوا الماكله فيها الصرف، واش كاع اللي دار الصناك نجح ليه؟ يعني خاصك تكون واحد الدراسه لذاك المشروع، تبدا من لون بلاسمون وزيد وزيد وزيد. راه كذلك في هذا البروجي تيخصك دير لهم الدراسه، الا ما درتيش لهم دراسه راه غير تتقمر. فما علينا، الاستثمار اشنا هو؟ هو انه ملي كتحط، هو ملي كيشري هو لا كونتيتي. وهنا في الاستثمار راه تتهمنا لا كونتيتي، يعني راه ما يمكنش ليك اخويا انت مثلا عندك 1000 دولار وواصله الحبه دولار غتشري 1000، شحال غادي تصبر؟ ما عندها، ما غادي يمكن لكش انت تصبر، ما غاديش تصبر انت مثلا 3 سنين ولا 4 سنين باش يلاه توصل 3000 دولار، ما يمكنش. ف
فهمتيني؟ سو خاصنا لا كونتيتي، يعني كتشري واحد لا كونتيتي وكتحطها كتنسى، وانت ما عايش من هذاك الشيء، انت كتاكل الخبز من قنطه اخر، طلع هبط، يو دونت جيف ا شيت لهذاك الشيء. بحال كي دابا واقع في السوق طايح، ما انا انت ما مسوقش، انت انفستيسور، انت ماشي، انت ماشي متداول، حيت الا كنتي متداول غتكون واكل العصا، انت طايح هبط. فهذيك لا فولاتيليتي اش كنديروا لها حنا في الاستثمار؟ تنقتلوها في الاستثمار، تنقتلوها، يطلع يهبط ما تيسوق، ملي تيكون واحد البروفيت اللي انا تيبان ليا مقنعني راه غادي نخرج. واخ. السؤال الثاني خويا، انا دابا بغيت ندير لانفيستيسمون، انا بغيت ندير لانفيستيسمون، واش فين خاصني نهولدي؟ فين غادي نهولدي هادشي؟ واش نهولديهم في المنصات؟ لا، ما ننصحكش انك الا كنتي غادير لانفيستيسمون تهولدي في المنصات بحال باينانس، بحال جيت ايو، اي منصه تطيح ما ننصحكش. من الافضل انك تهولدي في ديكلي، كاينين ديكلي كيتباعوا دي واليت، هاردوير واليت، هي فين كتنوض نتايا كتحط صوت شغلك في واحد اليو اس بي وسير حطها انت في الماريو ولا حطها في شي حاجه. ما تخليش هذيك، ما تخدمش بمنصات، ما تهولديش في منصات. علاش ما خصنيش نهولدي في منصات؟ حيت هذوك المنصات راه تيتبيراطاو، وانت كبشر اصلا انت ماشي الدومين ديالك هو لا سيكوريتي، تقدر انت براسك دير اخطاء وتبيراطا. فمن الافضل انك تهولدي في هادوك لي كلي ونسى هاردوير واليت، ومن الافضل تكون كلي، وكلي اللي ماشي كل ساعه خشي يدخل خشي يدخل، هذيك الكلي كنحطها مع ان في سي فيها حط ونسى، والهاردوير واليت اياك ثم اياك. تمشي تتبع بعض الشروحات اللي تيقول لك دير الهاردوير واليت في التليفون ولا سيديرها في البيسي. علاش؟ حيت الا مشى خسر ليك داك التليفون ولا مشى ليك هذاك البيسي، مشى ليك هذاك الشيء. اذا هذا هو غروسو طومودو الموضوع. ثاني الموضوع اخي الكريم، قلنا هذا مجال للدراسه والتحليل. خويا الله يرحم ليك الوالدين، هذا الدومين راه ما عمرك دير في بالك غنبقى نمشي نسول، غنبدا نشوف انستغرام. لا خونا هذا تيبان لاباس عليه، هذا راه تيقول هذه الهضره، وشوفوا خونا لاباس، راه هذيك هي هضره خاويه، راه تيبيعوا لكم غير التزاوق. اولا مثلا حكى انا واحد الجروب تندخل ليه، قضيه الجروب اللي كتدخل انت الجروبات خاصك تعرف بعدا، خاصك بعدا شكون هو متداول محترف. متداول محترف راه هو اللي كيتريدي بفلوس الناس، كيخدم في لي بواط دانفيستيسمون، كيخدم في لي بواط دانفيستيسمون. واحد واحد ضرب بالله عليك، واحد خدام في بواط دانفيستيسمون كيتريدي 1 مليون دولار ولا 2 مليون دولار ولا حتى 10 مليون دولار، واش غتلقى انت في جروب تما قاعد نهار وما طار هو تدمون، راه هادي غادي تطلع غدا، هادي غادي تطلع. اخويا انت ملي انت ماضي هكا جابك انت الجروب، ترى غتمشي تخدم في بواط دانفيستيسمون تريدي الملايين الملاير كاع. ف جروبات راه ماشي بلاصه العين، لي باج انستغرام ماشي بلاصه العين. سير اخويا اقرا، واذا كنتي واحد الانسان اللي كيعجبو مجال التداول، انا انصحك بشده، سير اخويا بدا في الستاكس ولا بدا في الاسواق اللي هي ثابته شويه. كريبتو راه ما ثابتش، راه الكريبتو ما ثابتش. سير تريدي في الاسواق اللي هي ثابته بحال الاسهم، الاسهم مزياني يعني، وما تيبغيو راس المال بطبيعه الحال. وخاصك تعرف واحد القضيه، كوسوسوا كريبتو كوسوسوا فوركس كوسوسوا، راه هذا المجال كتعلم فيه برزقك، راه ما تتعلمش فيه فابور. الناس اللي كيمشيو يدخلوا شي منصه ويقول لك مشات لي 20000 ريال، وراه خاش كتسنى، راه هذا راه دومين تتعلم بفلوس، راه ماشي كتعلم فابور. داك الشيء علاش تنقولوا في التداول خاص يكون عندك شي بلاصه كتدخل من، خاصك شي حاجه كتدخل منها الفلوس. فالناس اللي باغيين يبداو اونلاين وباغي يبدا العمل على الانترنت وتيفكر انه ما عندوش راس مال ويبدا بكريبتو ويبدا، انا نصيحتي لك ما تبداش بهذا الشيء. سير اخويا قلب على مجالات اللي تدخل منهم الصرف. سير اخويا انت كتقرا على واحد المجال معين وخدام فيه اونلاين، سير خدم على شي مجال اخر يعطيك الباسيف انكم، عطى الله الطرق باش دير باسيف انكم، وداك الباسيف انكم سير حماق به. سير حيت الا مشى ما غيضركش، تنقولوا فلوس الانترنت تمشي في الانترنت، ما غاديش تضرك حيت باسيف انكم اصلا ما 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 ماشي شي حاجه خدام عليها هي نهار بنهار باش انت تدخل الفلوس. وكي قال السي عصام كيبانوا غير في البوله الخضراء، ملي تكون البوله حمراء صافي كلشي تيغبر. راه هو الصراحه المسؤوليه ليس على هذاك الشخص اللي تيقول لك دير هذه ولا دير هذه ولا دير، المسؤوليه عليك انت، حيت انت في الاخر انت اللي قررتي تتابع هذاك السيد، وانت اللي قررتي تتابع هذه هضره هذاك السيد.